السلام عليكم أصدقائي الأعزاء أساتذة المستقبل، مرحبا بكم. في هذا الفيديو سوف أتحدث لكم عن أهم الخطوات للاستعداد لمباراة التعليم تخصص مادة التربية الإسلامية. وقبل أن أبدأ، لا تنسوا أعزائي الاشتراك في القناة كي نستمر في تقديم المزيد. إذن فإن الاستعداد لمباراة التعليم تخصص مادة التربية الإسلامية يكون وفق اتباع الخطوات التالية: أولاً، حفظ السور المقررة مع الاطلاع على تفسير ميسر يبين أحكام هذه السور. ثانياً، وضع توقيت مناسب يوافقك ويوافق عملك، من خلاله تستطيع الدوام. ثالثاً، الانطلاق من توصيف السنة الماضية باعتبار محاوره شاملة لمجال التخصص مع تلخيصها بأسلوبك. رابعاً، الاطلاع على دروس مقررات السلك الإعدادي والتأهيلي، فأغلب أسئلة الامتحان تؤخذ منها، لا سيما تتمة الأحاديث النبوية الشريفة. خامساً، ضبط محاور المنهاج. منهاج مادة التربية الإسلامية للسنة 2016 مع فهمها وفهم الغرض منها. سادساً، الاطلاع على الوثائق التربوية الرسمية، تاريخ صدورها، محاورها الكبرى. أول شيء يمكن الانطلاق منه ومراجعته استعداداً لمباراة التعليم تخصص التربية الإسلامية، أقصد مواد التخصص الفقه والأصول والعقيدة والسيرة النبوية وعلوم القرآن وعلوم الحديث، باعتبار محاور هذه التخصصات طليعة باقي المواد الأخرى. يمكن اعتماد هذه المراجع كبداية، ومن أراد لنفسه المزيد فهناك مراجع كثيرة: في الفقه متن ابن عاشر مع شرح من شروحه المختصرة، في أصول الفقه أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف وإن كان على مذهب الحنفية، في علوم الحديث البيقونية مع شرح من شروحها، في علوم القرآن يكفي مباحث في علوم القرآن لمناع القطان مثلا، في السيرة النبوية يمكن اعتماد السيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي، باعتبار الكتاب هو المقرر للسنة الثانية بكالوريا علوم إنسانية، في العقيدة إلى جانب المباحث الأولى من متن ابن عاشر يمكن اعتماد كتاب الرائد في علم العقائد. كما يجب الاطلاع على بعض القواعد الفقهية والأصولية، ويمكن الاستعانة بكتاب نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي حفظه الله. بالنسبة للمقبلين على امتحان مباراة التعليم تخصص التربية الإسلامية، فإن مقررات التعليم العتيق الإعدادي والتأهيلي تضمنت جميع الدروس تقريبا بلغة بسيطة وبنوع من الاختصار والدقة وقصد المطلوب. وفي الأخير أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأيضا أتمنى لكم التوفيق.